نشوف بقى مع بعض جمال الفخارة بتاعتنا ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله، شايفين الدخان اللي خارج ما شاء الله. وتجنن بألف هنا. السلام عليكم، اهلا بيكم في هلا فود. رايكم بقى في الفخاره بتاعتنا النهارده؟ هنعمل مع بعض فخاره الخضار على الطريقه التركيه، جميله جدا، وجبه كامله ومتكامله. هسوي الخضار بطريقه صحيه جدا، الخضار بتاعي هيستوي عن طريق البخار، مش هيغيب خالص معايا على النار، وكمان هيكون التغطيه بتاعته بحاجه بسيطه جدا زي ما حضرتك شايفه معايا، بطبقة من العجين او الخبز، ولكن تحفة جميلة جدا وقبل كاملة او متكاملة. لو اولادك ما بيحبوش الخضار بالطريقة دي هيحبوه جدا جدا، وهيطلبوا منك ان انت تعملي لهم الطريقة دي باستمرار. يلا بينا مع بعض على المقادير وطريقة التحضير، بس ريت تقوليلي بتشوفيني من اي بلد، وكمان تعمليلي لايك لو الفيديو عجبك، متنسينيش في اللايك والشير وكمان سبسكرايب وكومنت لطيف. يلا بينا مع بعض على المقادير وطريقة التحضير. بسم الله الرحمن الرحيم. المقادير بتاعه الفخاره بتاعتنا سهله وبسيطه، وان شاء الله هتلاقيها متوفره عندك في البيت، مش هتحبي ان انت تغيري الوصفه نهائي، لان هي حقيقي جميله جدا ومغذيه، وكمان كل افراد الاسره هيفضلوها ويطلبوها منك باستمرار. معايا مبدئيا كده كيلو وربع من الدقيق، هستخدم له في حدود معلقه صغيره من معالق المعياريه او معلقه الشاي من الخميره الفوريه، وهنزل عليها بمعلقه من السكر، معلقه برده صغيره من السكر، وهنزل عليهم الاثنين طبعا هقلبهم مع الدقيق. طبعا الدقيق بتاعي منخل، هبدا ان انا انزل على المقدار بتاعي بكميه من الميه، طبعا ما يتشرب معايا الدقيق الميه، بحيث ان هي تلم معايا وتسيب جوانب البوله، يعني بتبقى الكميه بتاعه الميه نسبه وتناسب مع الدقيق. واثناء العجن طبعا ما ننساش رشه الملح، والميه بتاعتي بتكون دافيه، ولو احنا في فصل الصيف هيكون المية بتاعتي مش هتكون دافية، هتكون مية عادية من الفلتر عادي خالص، ولكن كمية الخميرة هي دي اللي هقللها شوية عن كده، لان احنا في فصل الشتاء، واحنا طبعا بنبقى قلقانين من ان الخميرة بتاعتي ما تعلاش بسرعة، علشان كده بزود الكمية بتاعت الخميرة. وما ننساش كمان معايا ربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر، حطه على الدقيق، وابدأ ان انا اخد كمية دي مع الخميرة مع السكر مع الملح. طبعا رشة الملح بتكون رشة لا تذكر، مجرد بس ان انا احطها علشان تبرز لي الطعم، وهكذا لغاية العجين بتاعي ما يلم معايا واسيب جوانب البولة. بعد العجين بتاعي ما ساب جوانب البولة، ببدأ ان انا انزل عليه معلقتين من الزيت، يفضل يكون زيت ذرة او زيت عباد، وابدأ اجمع العجينة بتاعتي، وبعدين ببدأ بقى لما العجينة بتاعتي تتلم كلها وتبقى قطعة واحدة ملصق كده، ببدأ ان انا اغطيها بالستريتش راب واسيبها تختمر عبال ما اجهز كمية الخضار بتاعي اللي انا هستخدمه بإذن الله، ونشوف مع بعض طريقة عمل الفخارة نفسها، لان احنا بنعمل دلوقتي العجين اللي هغطي بيه الفخارة بتاعتي. هتلاقيها تحفة وجميلة جدا، وجبة كاملة متكاملة ومغذية وعالية القيمة الغذائية، وان شاء الله هتستخدمي الطريقة باستمرار، مش هتبطلي تعمليها، لان هي حقيقي هتحبب كل الولاد اللي كارهين الخضار، هتحببهم ان هو ياكلوا كمية حلوة جدا من الخضار بالطريقة دي. هبدأ اغطيها بستريتش راب واسيبها لغاية ما تختبر وتضاعف حجمها معايا. وهنا مع بعض عند عين البوتاجاز سخنت الحلة بتاعتي، وهبدأ انزل عليها بأربع معالق من الزيت، يفضل يكون زيت ذرة او زيت عباد، وهبدأ انزل على الزيت بتاعي، ببصلاية بكون مقطعاها كريهات او فرمها في الكبة، بس هي تكون متوسطة الحجم مش كبيرة ومش صغيرة، تمام. هبدأ ان انا اشوحها، طبعا وانا بشوحها بقى بحاول ان انا اتبلها، التتبيلة بتاعتي سهلة وبسيطة جدا، عبارة عن فلفل اسود بودر، حبة محترمة، حدود معلقة صغيرة، ونص معلقة صغيرة من الملح، وكمان نص معلقة صغيرة من
السكر، ايوه السكر بيجيني بعد تاني خالص الاشتغال بتاعي، والدخان كمان احنا ما بندخلهاش سكر في التشويه بتبقى صحيه جدا. انا بسوق مش بحمر، مجرد تسويقه كده سريعه. وبعدين لو متوفر عند حضرتك اي بواقي دجاج او لحوم عادي خالص نحطهم في المرحله دي على اي بوتاجاز. لو متوفر مش متوفر خلاص ولا في اي حاجه خالص. في ناس كمان اجيب سجق، مش شرط ان انا اجيب دجاج او فراخ. انا معايا فراخ بسيطه كده من الفراخ، تجيب الفراخ او تجيب الفراخ بفضل ان انا انزل بيها وبطلعهم مع البصل ومع التوابل. في المرحلة دي حابة انزل برشة من الزعتر، بتديني بادي تاني خالص بتاعت حتة الزعتر، بحاول ان انا اتركه ما بين اختين الايد كده عشان احرز الريحة العطرية اللي موجودة فيه. نبدأ اسوح الفرهات الدجاج او قطع الدجاج اللي انا حطيتها، بحيث ان هي اتشوحت ريحتها حلوه، بنزل عليها برشه صغيره من القرفه البودر، قرفه صغيره جدا اقل من نص معلقه. تمام. طبعا بنزل بكميه الخضار بتاعي، اراعي في تقطيع الخضار بتاعي ان هو يكون تقطيعه متناسقة متقاربة مع بعض علشان التقلية تبقى تاخد نفس الوقت من كل كمية الخضار اللي معايا. بشرح كويس جدا في الوقت ده، ببدأ أنزل بنص معلقة صغيرة من الثوم، نص معلقة صغيرة من الثوم المفروم، بتجيب بعد تاني خالص الخضار بتاعي، ببدأ بقى أشوح لغاية الخضار بتاعي ما كل الخضار ياخد يد مع بعضه يبدأ يتبل مع بعض. بعد الخضار بتاعي ما بدأ يتبل بالشكل ده، ببدأ أنزل عليه بربع معلقة صغيرة من الحبهان البودر اللي معايا، طبعا فراخ فالحبهان البودر بيديني بعد جميل جدا. وببدا انزل بقى بعد كده بمعلقتين كبار من الدقيق، ايوه الدقيق، علشان انا حابه ان الخضار بتاعي يتغلف بيه. وفي الوقت ده بحاول ان انا اجهز الفخار بتاعي. وبعد ما جهزت الخضار بتاعي مع كميه الفراخ او بواقي الفراخ الموجوده عندي، ببدا ان انا انزل بكميه الخضار مع الفراخ في الطواجن او في الفخارات بتاعتي، سواء كانت فاميلي سايز او انديفيدوال، يعني طواجن فرديه. تمام. هبدا انزل بسم الله الرحيم الخضار واحده واحده. طبعا انا غلفته بالدقيق او الفرينه علشان انا حابه يكون الصوص بتاعه زي صوص البشاميل كده. هنعمل تريكه جميله جدا مع بعض عشان يكون الصوص بتاع الخضار بتاعي زي صوص البشاميل بالظبط. وهبدا انزل على كميه الخضار اللي في الطواجن بتاعتي او في الفقرات بكميه من الحليب على الميه، علشان مع التسويه هيديني صوص زي صوص البشاميل كده جميل جدا. صوص بشاميل على خفيف يبقى تحفه. وعلى فكره الخضار بتاعي ده مش هيحتاج اكتر من كده من استواه، لانه هيستوي على البخار. هنشوف مع بعض باذن الله كل حاجه خطوه بخطوه مع بعض. اهم حاجه ان انا بوزع كميه السوائل بالتساوي تبع كل حجم كل فخار عندي. بعد العجين بتاعي ما بدا ان هو يتضاعف حجمه، ببدا اخده كده من البوله، هاخده على مرحلتين على نصين يعني، لان حابه ان انا افرده برشه من الدقيق. بسم الله الرحمن. وطبعا في الوقت ده انا مجهزه الفرن بتاعي على 180 درجه او حتى 200، لان انا حابه ان الخضار بتاعي يستوي، وكمان الطبقه بتاعه العجين اللي هي تبقى زي الخبز او العيش عندنا هنا في مصر تبقى جميله جدا جدا.
وبالطريقه دي الخضار بتاعي هيستوي من البخار، يعني انا مش هضيف له اي اضافات تانية خالص ولا اي سوائل تانية نهائي. هفرد كميه العجين اللي عندي بسمك لحد ما في حدود نص سنتي كده علشان ابدا انزل بيها على كل الفخارات اللي عندي واغطيها بيها. هبدا اخد الفخاره الكبيره بتاعتي او الفخاره اللي هي بالحجم العائلي، هبدا انزل عليها بنص معلقه صغيره من الزبده علشان اطعم الخضار بتاعي. ولو مش متوفر زبده مفيش مشاكل خالص، انا بكتفي باول جزء حطيته عند تشويح البصل وهو معلقتين ثلاثة او اربع معالق من الزيت. وهبدا اخد فرشه عاديه خالص ميه كده وابدا ان انا امسح جوانب الفخاره بتاعتي، ميه عاديه جدا مفيهاش اي اضافه. تمام، هبدا امسح عليها. هاخد قطعه العجين بتاعتي وابدا ان انا الزقها بالشكل ده عليها بدون اي اضافات خالص، بلزقها بالميه مش اكتر من كده وبدلها مسحه ميه على وش العجين بتاعي، بدلها مسحه ميه مع سكر. بسم الله الرحيم، ميه مضاف لها سكر علشان هبدا ان انا المع بيها. ولما بتدخل الفرن بتاخد طبقه بتلمع بتبقى تحفه وجميله جدا. وكمان بديلها رشه من حبه البركه، سكر مع ميه بيخلي حبه البركه تلزق على العجين بتاعي متقعش. وكمان رشه من السمسم. وبنفس الطريقه عملت الفخرتين الصغيرين اندفيدوال، حاجه كده جميله ولطيفه لاي فرد من افراد العيله، بتبقى لطيفه جدا جدا. بس اهم حاجه بيكون الاطراف بتاعتها تكون محكمه ولازقه على الفخاره زي ما اتفقنا. وطبعا الخبز بيكون على اعلى درجه حراره 180 او 200، بيكون فرن سابق التسخين وبنزل الشبكه بتاعه الفرن، ما بخليهاش في نص الفرن، انا بخليها في اول رف بعد الارضيه بتاعه الفرن علشان يكون التسويه تكون قويه للخضار وكمان لطبقه الخبز اللي احنا عاملينها او التغطيه بتاعه الخضار اللي احنا عاملينها عباره عن طبقه من العجين. تعتبر الخبز كده بتبقى لطيفه جدا جدا. بعد ان شاء الله الخبز هنشوف الشكل النهائي للفخاره بتاعه الخضار اللي عليها تغطيه لطيفه وتحفه جدا جدا. يلا بينا. ايه رايك بقى في الفخاره بتاعه الخضار بتاعتنا؟ حاجه جميله جدا على فكره. اخدت معايا في الفرن في حدود نص ساعه وخمس دقايق، بتكون استوت من جوه ومن بره لان الخضار بتاعي بيستوى عن طريق البخار، علشان كده ما عملتش في العجين بتاعي اي فتحه من الفتحات علشان يستوي الخضار بتاعي بفعل البخار. والعجين كمان على فكره بيتاكل بطعمه تحفه وجميل جدا ولذيذ جدا جدا. يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله.